نبدأ نخلي إيدنا فوق الخط ونمشي على الخط ونصعد وآ صغيرونا اشبه حرف الي بس آ صغيرة فوق بهذا الشكل حضرنا التلاميذ حرف الآ بهذا الشكل يكون دائما في آخر الكلمة لا في بداية الكلمة ولا في وسطها آخر الكلمة سنتعرف على الكلمات التي تحتوي حرف الآ مثل كلمة سلوى 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 نلاحظ حرف الآ آخر الكلمة سلوى ناخذ كلمة أخرى مثل كلمة ليلى نلاحظ حرف الآ آخر الكلمة ليلى مثل كلمة ندى ندى آخر الكلمة نلاحظ حرف الآ آخر الكلمة حضرنا التلاميذ سأقوم الآن بقراءة الدرس ولكن قبل ما أقرأ الدرس سنتعرف إلى صورة الدرس حبايبي التلاميذ هذه هنا صورة الدرس صورة سلوى وليلى وموسى وهم يلعبون سأقوم الآن بقراءة الدرس ولكن سأقرأه بالطريقة العادية أول مرة سلوى وليلى سلوى نادت ليلى تعالي نلعب مع ندى قال موسى نقفز وندور سأقوم الآن بقراءة الدرس بالطريقة الهجائية ونركز على حرف الآ آخر الكلمة سلوى نادت ليلى الآلة ليلى تعالي نلعب ندى قال موسى موسى نقفز إن أنا نقف إي
ليلى ندى موسى. كلمة سلوى، منين اجتنا كلمة سلوى؟ اجتنا من مقطع سل، سائل سل، سائل سل، ومقطع وا 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 سلوى نتهجها سائل سل وا سلوى من مقطع سل ومقطع وا سل وا. كلمة ليلى، منين اجتنا كلمة ليلى؟ اجتنا من مقطع لي، الالي لي، ومقطع لا مقطع لا مقطع لا. الآلة ليلى، الآلي لي، الآلة ليلى، الآلي لي، الآلة ليلى، مقطع لي ومقطع لا ليلى. كلمة ندى، منين اجتنا كلمة ندى؟ اجتنا من ان انا ن، ان انا مقطع ن ومقطع دا د آ دا د آ دا. إن أنا د آ دا ندى، إن أنا د آ دا ندى، مقطع ن ومقطع دا ندى. كلمة موسى، منين اجتنا؟ اجتنا من مقطع مو، أمو مو، مقطع سا اس آ سا اس آ سا موسى، أمو مو اس آ سا موسى، مقطع مو مقطع سا موسى. حبايب التلاميذ، هذا درس سلوى وليلى. أتمنى الواجب لكم، واجبكم كتابة الدرس مرتين في الدفاتر. أتمنى لكم قراءة ممتعة. إلى اللقاء في الدرس القادم. مع السلامة.